بدينا يا جماعة. بسم الله، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. من آيات الرحمة والترغيب والتذكير بعناية الله تبارك وتعالى ورحمته بهذه الأمة، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى نعمته على أمة الإسلام وعلى العرب كذلك بالخصوص، بعد أن ذكر أنه اختار لنبيه القبلة التي يتوجه إليها في صلاته وهي الكعبة في مكة. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني عربي منكم، يتلو عليكم آياتنا، يقرأ عليكم آياتنا المنزلة من عند الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم، ويزكيكم يطهركم ويعلمكم الأخلاق الكريمة الفاضلة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كل العلوم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء من بداية تاريخ إلى نهايته، ومن بداية خلق الأرض إلى نهاية هذه الأرض، كل هذا بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وعلمت هذه الأمة هذا. ويقول أبو ذر: ما مات رسول الله وفي الأرض من طائر يخلب جناحيه إلا وعندنا علم منه. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم. وهذه الآية فيها بيان من الله تبارك وتعالى أنه يقابل عباده الذاكرين له بذكرهم سبحانه وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب وباللسان، وكذلك بإقامة الأعمال التي هي لذكر الله تبارك وتعالى كالصلاة. أذكركم. وجاء في الحديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، يعني الله مع عبده إذا ذكره وتحركت بي شفتاه. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني من ذكر الله في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، ومن ذكرني في ملأ يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم في الملائكة، فإن الله يقول الملائكة: فلان وفلان 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 هذا عبادي اجتمعوا في هذا المكان الفلاني على ذكري. فيذكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله عباده الذاكرين له في الملأ الأعلى، ويقول: انظروا عبادي هؤلاء، يعني أتوا لي يذكروني، فيذكرهم الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يسأل الملائكة: ما جلس هؤلاء؟ فقل: يا ربي جلسوا يذكرونك ويمدحونك ويسبحونك ويسألونك. يقول الله تبارك وتعالى: وماذا يسألوني؟ فقال: يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأني أعطيتهم سؤلهم. فيقول أحد الملائكة: يا ربي فيهم فلان رجل خطاء وليس منهم،
يعني هذا فلان هذا جاء ذكر جاء في هذا المجلس وهو رجل الأصحاب صاحب ذنوب وهو ما هو منهم، فيقول الله تبارك وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم. قال هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني من جلس فيهم ولو عرضا ولو جاء عرض ما جاء قصد فإنه تناله الرحمة سبحانه وتعالى. وهذا من فضل مجالس الذكر، من فضل مجالس الذكر أن الله تبارك وتعالى يذكر أهلها وكذلك يؤتيهم سؤلهم. وهذا جاء أن الله يذكرهم في الملائكة يقول ماذا يسأل هؤلاء، لماذا جلس هؤلاء، يقول يا رب جلسوا يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك، يسألوا ماذا يسألوني، قال يسألونك الجنة يسألونك من النار. فالله يخبرهم أنه قد غفر لهم وأعطاهم سؤلهم. فلما يقول واحد فيهم رجل خطاء، يا رب فيهم رجل خطاء ليس منهم، فيقول الله له وله قد غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم. وقال النبي ما جلس قوم في مجلس يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحديث يدل على العموم، يعني أنه لا يجلس قوم هذا المجلس إلا ويكون لهم هذه الفضيلة. ما جلس قوم في مجلس يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، يعني من حولهم في حلقتهم، وذكرهم الله في من عنده، يعني أن الله يذكر في ملائكته أن فلان وفلان 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 جلسوا يذكرون، ثم يعطيهم الله تبارك وتعالى سؤلهم. فهذه فضل مجالس الذكر. فالله يقول فاذكروني أذكركم، وجاء هذا صيغة هي صيغة الشرط، يعني إن تذكروني أذكركم، ودائما جواب الشرط معلق على فعل الشرط، فاذكروني أذكركم، يعني إذا حصل ذكري حصل من الله تبارك وتعالى ذكره. ومن أعظم الذكر قراءة فاتحة الكتاب، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد حمدني عبد، وقال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا يقرأ أحد فاتحة الكتاب سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة إلا وقبله الله تبارك وتعالى بهذا، لأن الله تبارك وتعالى يعني يرد عليه بهذا الرد، فيذكر أنه حمده حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. ثم يقول الله تبارك وتعالى له عندما يسأل يقول هذا لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله هنا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شكر الله تبارك وتعالى على إنعامه وإفضاله، ومن أعظم الشكر شكره على التوفيق للذكر. إذا وفقك الله لذكره هذه نعمة عظيمة، يبقى قد أنعم عليك أنه هداك إلى أن تذكره سبحانه وتعالى، فيكون هذه نعمة عظيمة، ولذلك تحتاج شكر، تحتاج كذلك إلى شكر، يتجدد شكر. فما من نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تشكر الله عليها إلا أصبح واجب عليك شكر، شكر آخر، لأن الله وفقك إلى أن تذكره وأن تشكره سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن عرف هذا في الحقيقة
لم يعني يفتأ ليله ونهاره عن ذكر الله تبارك وتعالى. كان النبي يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، وإذا غفل ذكر، يعني إذا غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى يرجع ثاني يستذكر ويذكر الله تبارك وتعالى. فلا يزال العبد، لا يزال العبد في رحمة الله تبارك وتعالى وعنايته ما دام هو في ذكر الله تبارك وتعالى. والنبي قال لأحد الصحابة: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لما قالوا: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر ألتزمه. فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني دائم دائم حركة اللسان بذكر الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.